مروان يا حبيبي من ساعة ما بابا توفى وهو اتطفى، بطل يخرج، تقديره نزل في الجامعة. خفت عليه من سكة الإدمان، رحت واخداه وطلعنا على الوحدة الصحية، وهناك شرحوا لنا يعني اكتئاب وفهمونا طرق العلاج، والحمد لله مروان رجع زي زمان. وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير، وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادرة الاهتمام بالصحة النفسية. وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة، مصريين كتير استفادوا منها، والدور عليك أنت كمان، انزل اكشف واطمن. وزارة الصحة معاك من أول يوم، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.